الأستاذ الدكتور مشير بديع مالك بيقول بمناسبة عيد القديس أثناسيوس الذي جاهدتم وأعدتم لنا بعض من رفاته، هل تتكرمون بهذه المناسبة العظيمة أن تحدثونا ولو 5 دقائق عن كيفية إعادة رفاة القديس أثناسيوس، وخصوصا أن كثيرا من الحاضرين لم يكونوا على وعي في مناسبة عودة رفاة القديس أثناسيوس. القديس أثناسيوس الرسولي تنيح سنة 373 ميلادي، ففي سنة 1973 كان مر 16 قرنا على نياحته. فأنا ذهبت إلى روما مع وفد لإحضار رفات أو جزء من رفات يعني القديس أثناسيوس بالذات في مايو 1973، وكان أول زيارة لي للفاتيكان أو أول زيارة للكنيسة القبطية للفاتيكان بعد قطيعة 16 قرنا من أول مجمع خلق دنيا سنة 451، يعني حوالي 15 قرن من الزمان تقريبا. هي كانت الرفات كانت موجودة في فينيسيا، وكان في أيام البابا بولس السادس. نشر الكلام ده في مجلة الكرازة فيما بعد، وجابوا لنا الرفات، وفي صورة ليها موجودة في مكتبي حاليا عن تسليم الرفات ده. وبتلك المناسبة وقعنا على اتفاقية بيننا وبين كنيسة روما ذكرت فيها نقاط الاتفاق بيننا وبين بعضنا البعض ونقص الخلاف. عملنا ليها لجنة مشتركة لبحث نقاط الخلاف، وما زالت نقاط الخلاف موضع بحث إلى يومنا هذا. وبعدين بعد ما رجعنا هذا الرفات اتعملت حفلة كبيرة في الكاتدرائية هنا، حضرها مندوبون من كل الكنائس المصرية، وحضرها أيضا مار إغناطيوس يعقوب بطريرك السريان اللي هو قبل مار زكا الحالي يعني. وتكلم الكل عن القديس أثناسيوس والحاجات دي هذه المناسبة. افتكر في المناسبة دي رئيس الكنيسة البروتستانتية قال يعني المهمة في حياة أثناسيوس مش عظام القديسين وبتاعه، فطلع مارك إغناطيوس يعقوب قال شو هذا البروتستانتي بيتكلم على عظام القديسين، يعني ما عجبوش هذا الكلام. لغايه دلوقتي موجود هذا الرفات تحت الكاتدرائية هناك في مكان خاص.